اليوم هو أول أيام العيد، وهذا يعني شيئا واحدا، بأنكم مجتمعون حولي من أجل العيدية طبعا. ألا ترون بأنكم قد كبرتم على ذلك؟ ألا ترون ذلك؟ كبرتم جميعا وواحدكم بقد البغل وبقد الصخل، ألا تستحون جميعا؟ ومن اليوم ماكو عيدية. معنى تقول يا أمن حوتب تخبلت؟ انت شبي ومالش دخل. اجلسي هيا المخصز. وانت قم سوي استكان شاي يلا.